بدون ما انتهت للطيفة ولا أسماء، أولا أنا سعيد جدا وعندي الشرف أنني أكون معكم في واحد اللجنة اللي أعتبرها لجنة تحكيم متوافقة، يعني هارموني متوازنة، متوازنة من حيث أنه تتعبر على كل التلوينات الفنية الموجودة اليوم خاصة، وأن نشهد الغناء المغربي والموسيقي تغير في هذا الشريط. انطلاقا من الفكرة، الديكور، الإنارة، الصوت، المشاركين اللي كانت اون بري سيليكسيون، يعني ما غاديش يكون قدامنا شي واحد ما تيعرفش يغني. ديجا اختاروا لنا من 3000 حطوا لنا 65، وهذه في حد الدراسة حد الدراسة مشكلة بالنسبة لنا، نختاروا واحد من هذه اللعبة ديال التلفزيون. ثانيا كانت واحد اللجنة ديال التحكيم متوافقة جدا، والتناسق مهم جدا بعضياتنا، وتنمثلوا مشارب مختلفة. الدوزيام درت كل الامكانيات ديالها اللوجستيه والاداريه والتقنيه في خدمه هذا البرنامج، وهذا برنامج غادي يكون عنده صيت عالمي، وبدا من المغرب عاد غيت اكسبورتا برا، لان من وراء البرنامج واحد السيده سميتها بشرى. بشرى كانت مع شركه ديال دو فويس، ومن بعد استقلت لوحدها ودارت معهم البرنامج، واذا البرنامج بدا في المغرب وغادي يمشي للعالم كامل. واخر شيء هو لانه بالنسبه ليا تجربة جديدة، لأن المشهد الغنائي المغربي تغير كما قلت، وفرض نفسه في 20 سنة الأخيرة، وكان لازم ندخلوه ونشوفوه ونكتشفوه. سيد نعمان، إذا كان ممكن إذا سمحتي لي اللي في أفون إذا كان ممكن السؤال الأول مغربي، إذا كان ممكن السؤال الأول، وأنت قلت كاين توافق، ولكن هناك ملاحظة أخرى أنه ما تمش التنقيب عن طرفكم نتوما على هذه الطاقات، كيفاش غادي يكون المجيز اذا كان ممكن السؤال؟ لا لا، التوافق على المستوى الشخصي ماشي على المستوى الحكمه. رجعوا للقاعده، اللجنه اللي تم الاختيار غادي يعطيو الخبراء متمكنين. واكبتوا بين الناس لهم مسار تاريخي؟ لا، حنا ما واكبناش، هما اللي واكبوا. المواكبه الان لما ظهروا امامنا، يعني لو تم الاختيار من طرفكم التتبع الاختيار غادي تقدر تكون امور ناجعه بشكل كبير، الراي ديالكم في الموضوع؟ لا بالعكس، باش تكون واحد المصداقيه خليني نشوف المتباري لاول مره، ما نكونش واكبته من الاول، ما نكونوش ربينا الكبده، ما نكونش ان كود كور على شي واحد وهو ما. لا بالعكس، ملي تنوقف تيجيو عندي بحال كلهم ما تنعرفهمش، والحكم تيكون صحيح، واللي جميل في الحكم وانا حنا ما تنتفقوش. تشوف البرنامج ماشي متفقين، شحال مره تنتخاصموا، لا يدوز لا ما يدوزش، ها علاش ما يدوزش، ها علاش يدوز، هذا شيء جميل. دونك هو اللي صعيب في هذا البرنامج هو انه جابوا 3000 كلهم دي سومي بروفيسيونيل، يعني ما كاينش شي واحد اصلا غيوقف قدامك ما تعرفش يغني، واختاروا منهم 65 ووصلوا عندنا 48، ومن داك 48 خصنا نختاروا واحد، هذه مشكله كبيره. شحال الناس ما يعجبوش الحال ولكن هما قبلوا اللعبه، لان البرنامج كله هو لعبه تلفازيه، سي ان جو دو تيليفزيون. دونك قبل، دونك حنا غادي نختاروا المنظومه الاقرب الى النجوميه ماشي الى الغناء. المسابقه دوليا حتى هي تلقات اشعاع وصلت العالميه بطبيعه الحال بالطريقه الثانيه اللي كانوا كما شتي دو فويس، شتي اللي كينتقلوا للمدن، نفس الشركه هي ديال دو فويس. علاش هما توفقوا بهذا الشكل؟ نفس كان ممكن استاذ نعطيك الثاني باش نخلي الاختي تفضل السؤال. دابا تسولني شي اسئله ماشي اختصاصي. اولا الشركه اللي دارت هاد ستارلايت هي الشركه ديال دو فويس، دونك مسؤوليه في اختيار. غير اسمح لي غير اسمح لي، دونك سي ان اوتر كونسيبت. لو كونسيبت ديال دو فويس كان تيختاروا ومن بعد كل واحد تيادوبتي واحد المجموعه ديال المغنيين وتيرافقهم. لو كونسيبت هذا مختلف، دونك حنا احترمنا لو كونسيبت. هما حطوا واحد الكتاب سميتو لا بيبل ديالهم، حتى تمشي له بالهمسات. دونك البرنامج حنا هاد الكونسيبسيون اللي تهضر عليها حنا غير مسؤولين عليها، حنا مسؤولين واش نوافقوا ولا ما نوافقوش. نكونوا في لجنه التحكيم، لما قلت لك توافق هو التوافق على المستوى الشخصي وعلى التمثيليه لمختلف الالوان الموسيقيه. كيتسابقوا ما شفناش من دول اخرى، شفنا المغاربه. لا، كانوا غير المغاربه، ولكن كانوا مغاربه جاوا من برا. ولكن هذا السؤال انا ننصحك تسول نبيل الخالدي. نبيل الخالدي الا سولتي غيعطيك، راه غادي يعطيك الجواب ديال هذا الشيء اللي بغيتي. حنا ما عارفينش، حنا لجنه التحكيم، واحسن اننا ما نكونوش عارفين باش الحكم ديالنا يكون نزيه. ممكن الراي العام يكون له راي اخر. شكرا. هذا حقه بالطبع، حقه بالطبع. وحاجه اخرى هو انه في التالي الجمهور اللي حاضر تو غيصوت، حقه بالطبع.